يبقى لازم تبقى عارفين ان الميلازما ممكن تكون ايبيدرمال، ممكن تكون ديرمال، ممكن تكون ميكسد، ممكن تكون انديرمنت، خصوصا في الداركلي بيجمنتد بيبول ما بقاش عارفين هل هي ايبيدرمال ولا ديرمال، لان من كتر الداركنس اوف ذا سكن ما بقاش عارفه احدد هل هي اكسنتويتد ولا ده لون الجلد الاصلي ولا ايه بالظبط. تمام، الباثولوجي بتاعها هي زياده في الميلانين ديبوزيشن في كل اللاير بتاع الايبيدرمس، والإبيدرمال الميلانوسايت نفسها العدد بتاعها نورمال كومبليتلي نورمال، دي ار انلارجد بس كده، يعني بتكبر في الحجم وبتبقى برومننت اند رايت، معناها انها زادت جدا في الاكتيفيتي في الميلازما. ايه الاوت كام اوف ميلازما؟ عاده لو هي إبيدرمال بتتعالج انما بترجع تاني، عشان كده لازم اقول للعيانه ان لازم تحطي سان سكرين على وشك والا هترجع لك تاني، خليكي صريحه معاها. الكرونيسيتي اند ريسك اوف ريلابس ويز نيد اوف لايف لونج سان بروتكشن، ما تستغناش ابدا عن السان بروتكشن بالايه بالسان سكرين. تريتمنت اوف ميلازما كومباينيشن اوف ميجر جنرال ريكوايرد، يعني ما ينفعش نوع واحد من الميجر تعملها، في حاجات جنرال، في حاجات توبيكال، في حاجات اورال، في حاجات بروسيدجر بتعمليها. طيب الحاجات الجنرال اقول لها لازم سان سكرين طول الوقت، لازم تبعدي عن الكونتراسبتيف بيلز، لازم لو في حته ما عرفناش نعالجها حطي عليها كاموفلاج عشان نفسيتك ما تتعبش. تمام، التوبيكال ثيرابي بتحط لها كليجمان فورمولا اللي هي عباره عن هيدروكينون ايكوال فوليوم اوف هيدروكينون وتريتينوين والمودريت بوتنسي كورتيكوستيرويد اللي هو اليكون او بيرجازون. طبعا الكليجمان فورما بيعالج الحالات بنسبه 60 الى 80%. تمام، اذر توبيكال ايجنت ممكن تحطي الازاليك اسيد، حلو جدا بيفتح البشره. الكوجيك اسيد ده بيبقى موجود في كل كريمات التفتيح الحاليه اللي طالعه جديد، ما بيحطوش هيدروكينون، بيحطوا كوجيك اسيد. في حاجه اسمها سيستايامين، السيستايامين ده كريم فيها سيستاين كتير، والسيستاين انت عارفه ان هو جزء من الجلوتاثيون اللي بيساعد على تصنيع الفيوميلانين راذر ذان ايوميلانين. الاسكوربيك اسيد ده عباره عن فيتامين سي، ما نعرفش نحط ليمونه كده نحطها على وشنا، لا، لان ده هيدروفيليك، انا عايزه حاجه لايبوفيليك عشان تخترق الجلد، فبنجيب نوع معين من الاسكوربيك اسيد سيرم بنصنعوه بطريقه معينه، بيبقى محطوط جوه موليكول اسمه ايه اللايبوفيل اللي هو بيبقى محوط من كل النواحي بليبيد بحيث انه يخترق الابيدرمال بارير ويعرف يدخل جوه السكن. الميتيمازول ده اللي هو انتي ثايرويد، الميتيمازول انت سمعتيه فين قبل كده في الجينو؟ ميتيمازول هو انتي ثايرويد دراج بيفتح البشره وهو انتي ثايرويد، فعشان كده ما تستخدموش سيستميك، استخدميه توبيكال عشان ما يحصلش ايه انتي ثايرويد اكشن. الميثيمازول ممكن لو خدتيه سيستميك وانت حامل، او يعني بعد الشر عليكي العيان، يعني لو خدت ميثيمازول وهي حامل ممكن يجي لها ايوه ابليزيا كيوتس، الابليزيا كيوتس كونجينيتا بتحصل مع الميثيمازول. ده سؤال جه ام سي كيو عندنا في عين شمس. طيب ترانكسيميك اسيد اللي هو الكابرون اللي احنا بنستخدمه اثناء البليدنج ديورنج ذا المنسترال سايكل، الستات بتستخدم الكابرون عشان يوقف النزيف، طلع ان هو بينهبت الميلانوسايت ستيمليتنج هرمون ويفتح لون الجلد لو انت خدتيه بطريقه كرونيك. الجلوتاثيون مليان سيستاين، ما ينفعش تاخديه انت اورال بيتهدم، او ما تنفعش تاخديه انجكشن بيعمل ليفر فايبروزس، فاحسن حاجه بدل الجلوتاثيون خدي احسن السيستاين. السيستاين في جسمك هيتحول الى جلوتاثيون، وجلوتاثيون بيشجع على تصنيع الفيوميلانين اللي هو لونه فاتح راذر ذان ايوميلانين اللي هو لونه غامق ولونه اسود. الصويا بين اكستراكت في ساعات بيستخدموه ككريمات للوش بيفتح لون الجلد. تمام، ترانكسيميك اسيد ده اورال تريتمنت، ممكن الكابرون ده تستخدميه توبيكال، والمره دي انا قلنا ممكن تستخدميه ايه اورال ثيرابي. بينهبت الميلانوسايت ستيمليتنج هرمون، بيقلل الديرمال فاسكليتشر فبيقلل الاحمرار فبيفتح اللون، بيعمل بلوكج للكونفرشن اوف بلازمينوجين تو بلازمين، وده بيؤدي الى داون ستريم افكت، بيعمل انهبيشن سينسز بروستاجلاندين، وده بيقلل الايه
البيجمنتيشن في الجلد بميكانيزم، يعني صراحة مش معروفة، بس الميكانيزم المعروفة للدي بيجمنتيشن هو انه بينهبت الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، وانه بيقلل الفاسكليتشر فيخلي فيه نوع من البالور كده في الجلد فبيفتح لون الجلد. الميلاتونين والجلوتاثيون حلوين جدا، بس ما ينفعش يتاخدوا بصراحة اورال لانه بتهضمه، ما ينفعش يتاخدوا انجكشن بالذات الجلوتاثيون، لان صاد يعني ورد اخبار عنه انه بيعمل ليفر افكشن وهيباتو توكسيك، فما تاخديهوش اكتر من مرتين في السنه. البروسيدر بقى انك تعملي كيميكال بيلينج بالذات جلايكوليك اسيد، حلو جدا جلايكوليك اسيد للتفتيح تمام، والسيليسيليك اسيد في حالات الهايبر بيجمنتيشن بتاع الاكني، لان السيليسيليك اسيد ده بيتا هيدروكسي اسيد وده بيخترق الجلد اللي هو المدهنن لان هو لايبوفيليك. جلايكوليك اسيد بيخترق الجلد العادي لان هو مش لايبوفيليك قوي زي السلسلك، فالسلسلك احسن انك تستخدميه مع الهايبر بيجمنتيشن بتاعه الايه الاكني هايبر بيجمنتيشن. تعملي لها مايكرو نيدلينج، تحطي معاها هايلورونيك اسيد، تحطي معاها فيتامين سي حلو جدا يفتح البشره. تعملي لها انتنسيت باي بلس داي ليزر، ممكن تعملي لها يفتح لون الجلد ليزر، ليزر يا تو سويتشت يا اما نون ابليتيف ليزر حلو جدا لو استخدمتيه بلو فلوينس، استخدمتيه عند 10 20 حلو قوي، بياخد الايه السوبرفيشال ابديرم يحرقه فيقوم ايه يقلل الاكتيفيتي بتاعه الميلانوسايت ويدمر الميلانين بيجمنت المنتشر في الايه السوبرفيشال لاير بتاع الابيدرم فيفتح لون البشره. انما ابليتيف ليزر حلو برضو، بس ايه تكوني حذره جدا انك ايه ما توصليش للديبر لاير بتاع الجلد، والا هتلاقي ان يحصل لك بدل ما تعملي تقليل اللون تلاقي يحصل بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. الميلازما كاري هاي ريسك اوف ريلابس ومور ريزيستنت للتريتمنت، فعشان كده عايزه واحد اكسبرت. ليزر كان بيوزد ويز كوشن لانها ممكن تؤدي الى البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن وتعمل وورسنج للميلازما. بيشنت شود بي بري تريتد قبل ما تعملي حتى النون ابليتيف ليزر، تحط احسن اللي هي ايه الهيدروكينون قبل ما تاخد جلسه الليزر عشان تضمني الجود ريزلت في الاخر ان جلدها يفتح. دراج اندوز هايبر بيجمنتيشن، في ادويه كتير احنا خدناها في دراج رياكشن، ممكن بتبقى بسبب الدراج نفسه او بسبب ان هو بيزود الهيفي ميتال زي الايه الايرن مثلا والايه والهيموسيدرين في الجلد. الادويه اللي معروفه انها بتعمل هايبر بيجمنتيشن وبعدي عنها، او في حاجات مش تقدر تبعدي عنها، بس يعني لو العيان قال لك ده انا جلدي غمق تعرفيه ان هي من الدواء سايكلوفوسفامايد، عشان كده اللي بياخده كيماوي بياخدوا الشوب ثيرابي دايما جلدهم بيغمق. الانتي مالاريال، عشان الانتي مالاريال بيعمل بري تيبيال بلو جراي اكسوجين سوبرنوزس مع الانتي مالاريال، قلت لك الاكسوجين سوبرنوزس بتحصل مع الهيدروكينون مع الفينول مع الريسيرسينول مع البيكريك اسيد ومع الانتي مالاريال دراج، خمس حاجات دول. الايرن الهيموسيدروزس دي بتحصل برضو مع الايه المينوسايكلين، بيرسب الهيموسيدرين ويرسب ميلانين، فصبغه الهيموسيدرين تطلع بوزيتيف معاه وصبغه الميلانين تطلع برضو بوزيتيف معاه. الاورال كونتراسبتيف بيلز بتزود الميلانين. السيلفر نفسها بتبقى لونها جراي فتديك تعمل ارجيريا. الكلوفازيمين فظيع جدا اللي هو بيعالج الليبروسي او بيعالج التايب 2 ليبرا رياكشن. المينوسايكلين برضو قلت لك ان هو اللي بيعمل ديبوزيشن هيموسيدرين ويعمل ديبوزيشن للميلانين، يعني ايرن وميلانين يزيدوا مع المينوسايكل. هيدروكينون ممكن يبقى يلو لو هي الماينو سيرين، انما لو هي براون ده الانتي مالاريا، انما الهيدروكينون بالذات بيعمل الاوكرونوز. الاوكرونوز تعرفيها ازاي؟ ان هي بالهيستوباثولوجي بتديكي بنانا شيبد فايبر في البابيلاري نيرف، بنانا شيبد فايبر يلو تو براون، بنانا شيبد دي اسمها اوكسجين اوكرونوزس من اسبابها الايه البرولونج ديوز اوف هيدروكينون. قلت لك اسباب
الاكسوجينس اوبرونوزز اللي بتعمل بانانا شيب فايبر في البابيلاري ديرم هي الهيدروكينون، هي ال رد عليا الفينول، ها البكريك اسيد، ريسيرسينول اند انتي مالاريال دراج بتعمل لك اكسوجينس اوكرون. ده هي البانانا شيبد فايبرز جوه البابيلاري ديرم تعمل لك اكسوجينس اوكرونوز. خدتي بالك شفت البانانا شيبد عامله زي الموز اهو صح؟ انت معايا ولا روحتي؟ انا معاكي يا دكتور. ده هي الاكسوجينس اوكرونوز تعمل بانانا شيب فايبر وسط الكولاجين اللي موجوده في البابيلاري ديرم، دي اسمها اكسوجينس اوكرونوز. تمام. المينوسايكلين بتبقى بوزيتيف مع البيجمنت بتاعه الميلانين اللي هي الفونتانا ماسون ستين بتاعه الميلانين نفسها بتتسبب بالفونتانا ماسون، انما الميلانوسايت بتتسبب بالمارت 1 ميلان اي سبب اس 100 بسبب هام ب 45 ده الميلانوسايت، انما الميلانين بيجمنت بتتسبب بالبلو اللي هي الفونتانا ماسون ستين، انما الهيموسيدرين بتتسبب بايه؟ بحاجه اسمها بيرل بارشن بلو ستين. بيرل بارشن ستين تصبغ الهيموسيدرين، انما الفونتانا ماسون تصبغ لك الميلانين، والاثنين بيطلعوا بوزيتيف مع المينو سايكل. بروبازيمين تعمل الدراج نفسه بيحوش حاجه اسمها سيرويد لايبوفاكسين جوه الفومي ماكروفاج، فده يخلي في هايبر بيجمنتيشن في السكن صعب علاجه. هو ممكن يحصل له امبروفمنت لوحده بعد ما الدراج يخلص ويوقف الدواء، انما انت تعالجيه صعب طول ما هو بياخد الدواء. دي اسمها الهوريس نيفس. هوريس نيفس نوع من انواع الديرمال هايبر ميلانوزس، ودي دي طبعا بتبقى شبه النيفس في قطه بس هي بتبقى بايلاترال ممكن وسيمتريكال، بس ما بيبقاش معها اوكيلار ولا اورال افكشن زي ما بيحصل مع النيفس في قطه. الهيستولوجي ان بتبقى بسبب البيجمنت بتاعت الميلانوسايت وليس بسبب الميلانوسايت، انما النيفس في قطه هي بسبب الميلانوسايت. بيبقى معاها شويه فاين سكيلينج على السيرفس بتاعها وبايليشيس ليجن اوفرلاين ذا بايليشيس ليجن. طبعا هي بتبقى فيها معاها هيدروبيك ديجنريشن فيزال لاير، هو ده اللي خلى ان يحصل ان البيجمنت تنزل جوه الديرمز وتعمل لك المنظر ده اللي هو الهوريس نيفس. اخذناها مع تيومر بس الهوريس نيفس ما بتبقاش ميلانوسايت، يعني هي مش تيومر، هي بسبب الميلانين بيجمنت. دي بتبقى عادة في الفيري اوريكولار اريا اند انفولف النيك كمان، بس هي واخده بايلاترال سيمتريكال الايه الخدود او المالر اريا. انما بالنسبه للنيفس فوتا ده ميلانوسايت في الدرم تبقى عادة يونيلاترال وليس بايلاترال سيمتريكال زي الهوريس نيفس. تمام. اكتينيك لايكن، بصي اعرفي ازاي الاكتينيك لايكن، ان في بيري ليجنال هالو فاضي كده ابيض ده اسمه الاكتينيك لايكن، مختلف عن اللايكن بيجمنتد لايكن. البيجمنتد لايكن بلانس ده بيبقى كله اسود، بيبقى واخد السن اكسبوز اريا كلها وبيبقى فيه نوع من الايه السكيلينج كده على السيرفس بتاعه، انما ده في بيري ليجنال هل بتبقى فاين سكيلز وفايليشس ليجن وبيبقى فيه معاه بيري ليجنال هالو، بيبقى هيستولوجيك فيتشر بيبقى انترفيس درماتايتس هيدروبيك ديجنريشن فيزل سيل لاير مع لايكينات انفلتريت، بتاثر على البيري اوريكولار اريا وانفولف النيك، اي حته اكسبوز للصن ممكن يحصل لها المشكله دي. دي اسمها اللايكن بلانس بيجمنتوس، شوفي ما فيهاش هالو ولا حاجه، بتبقى هايبر بيجمنتد ليجن كده وبتبقى واخده حتت كتير وممكن تبقى واخده كمان الميوكاس ميمبرين. ما بتاخدش البالم ولا السول ولا النيل ولا الاورال ميكوزا، ممكن تاخد ايه اللبس كده بالمنظر ده، الحتت الايه اللي بره دي بس ريرلي افكت اللبس زي ما احنا شفناها باتش دارك بيجمنتد في الابر واللور ليب، تبقى اكزازيرفيت اند ريميشن تيجي وترجع. فلاتند ابيديرم اللي هي انترفيس درماتايتس فاريبل دنس باند لايك فيري فاسكولار انفلتريت في الابر ديرمز اند ادميكسد ويز ميلانو فيش، دي اسمها الريسيما ديسكروميان بريستان، نوع تاني من الايه الهايبر بيجمنتيشن
بتيجي في الجلد بتبقى يعني بوتش كده، مش واخده الجلد كله، بتبقى بوتش كده فيها انفلاماتوري فيس وايه وليت فيس. الانفلاماتوري فيس بيبقى فيها ريم اوف ريسيما دايرماد، ودي خلاص خلصت الانفلاماتوري فيس ودي ليت ستيج، فما فيهاش الريسيما دي. بتبقى عاده لونها سليت لايك يعني خطوط كده، وتبقى لونها بلو تو براون، وديستريبيوشن غالبا بتيجي في الصن بروتكتد اريا. تمام، دي بتيجي اكتر في الايه الناس اللي هم يونج ايج اللي هو ثيرد ديكيد، يعني ما بتجيش في ايه زي ايه البيجمنتد لايكن بلانس او لايكن بلانس بيجمنتوزم اللي هي بتيجي في الاولدر ايج اكتر، انما دي بتيجي في يونجر ايج او يعني في الفورث ستيج وفي الثيرد ديكيد قصدي، وتيجي في الناس الغامقين وجراي براون تو بلو جراي ماكيول وباتشز، واخده الحتت اللي هي سان بروتكتد في النك وفي الترانك، ما فيش ميكوس ممبرين، بتبقى الليجن بتبقى سن وريزد اريثيماتوس بوردر، ده في الايه في الايه الانفلاماتوري فيس. عاده ممكن يمشي مع البلاش كوز لاين وافكتيف ثيرابي، ما فيش افكتيف ثيرابي ليها، بس بنجرب اليو بي والتوبيكال ستيرويد والانتي مالاريال كحاجات انتي انفلاماتوري عشان تقلل الانترفيس درماتيتس. تمام، ارتيما ديسكرومال بريستان ممكن تعالجيها، تحاولي بالكلوفازينين، بس خلي بالك ان الكلوفازين نفسه بيعمل هايبر بيجمنتيشن، ممكن تعالجيها بالدابسون وبريسوفالفين والهيدروكس كلوروكين، كل دول انتي انفلاماتوري، ايزونازيد وكورتيزون ممكن استخدمه وطلع ان هو بيعمل افكت بعض الناس. توبيكال تريتمنت، حطي توبيكال ستيرويد وحط لها اكسبوجر لليو بي لايت، ممكن تعالج الحكايه دي وتعالج الانفلاميشن وتؤدي الى ديكريز البيجمنتري انكونتنس بتحصل معاها. البيجمنت ليزر اللي هي الكيو سويتش ليزر ممكن يعالجها. كيميكال بيل حاولي، بس هي هتحسنها انما مش هتوديها تماما عشان ما نضحكش على عيان. بتسوجن سكرونوزا بتحسب الانتي مالاريال بالريسرسينول والميركوري والبيكريكولفينول والايه والبرولونج التوبيكال هيدروكينون، ده بيعمل بنانا شيب يلو براون ديبوزيت في الديرمز ما بين الكولاجين فايبر. طب وات از ذا ديفرنس بتوين، بصي كده معايا، الميلانو توكسيكا الميلانو درماتايتس توكسيكا والرايل ميلانوزس والبرليك درماتايتس والبرليك درماتايتس والباكيلو درما اوكسيدات، تعرفي تجاوبي السؤال ده؟ انا كنت نزلته على جروب كفاح قبل كده اللي هي كفاح حتى نجاح، انت عليه بتاع الواتساب؟ لا عليه. انت مش عليه؟ لا. طب ابعت لك اللينك، فكريني ابعته لك. بنزل اسئله في كده، هي ميلانو درماتايتس توكسيكا ورايل ميلانوزس وبرلك درماتايتس، يعني ايه برلك درماتايتس يعني ايه، وايه الفرق بينهم والبايكيلو ديرما اوبسيدات؟ هو بيكلو ديرما اوبسيدات دي اللي هي بيبقى فيها تانجكتيزيا، ايوه اتروفي، وايوه وهايبو هايبر بيجمنتيشن، برافو عليك، وبتبقى موجوده في بوت سايدز اوف ذا نيك وبتبقى سبيرنج سبمنتال اريا، دي نوع من انواع الريديو درماتايتس بسبب الراديشن بتاع السن، او ممكن نقول عليها الفوتو ايجنج، نوع من الفوتو ايجنج. خلاص تمام، الميلانو درماتايتس توكسيكا، انا عارفه البرلوك درماتايتس اللي هي بتاعه السنسيتيفيتي، ايوه لما كنا مثلا حطينا اي حاجه فوتو سنسيتايزر زي السورالين او برفيوم اللي فيها برافو عليك، دي ايريتانت كونتاكت درماتايتس، انما دي رغم ان اسمها توكسيكا هي نفسها الرايل ميلانوزس، دول نوع من انواع الايه اللو الرجيك كونتاكت درماتايتس. البرلك درماتايتس دي نتيجه ان واحد بيعمل ليكنج لشفايفه بايه بلسانه بلسانه نوع برضو من الايريتانت كونتاكت بس بري اورال درماتايتس. الديفرنس بتوين هي ميلانو درماتايتس توكسيكا ده دي الرجيك، رغم انها اسمها توكسيكا بس هي الرجيك كونتاكت درماتايتس، وهي الانذر نيم بتاعها هي الرايل ميلانوزس. والمس توكسيكا دي اذا مس نومر بسبب البرفيوم اللي فيها سورالين فبيبقى فيها الرجي للسورالين، انما البرلك درماتايتس برضه سورالين بس تبقى اريتيشن، نوع من الاريتيشن والنكروزس للكيراتينوسايت فبيؤدي الى
الايه ان يحصل المكان يغمق بسبب الاريتيشن والنيكروزس اللي حصل في السكن. انما بيرليك يعني واحد بيلحس شفايفه بلسانه اللي هي اسمها ايه الليكينج كونتاكت درماتايتس بسبب السلايفا اسوشيتد وذ اتوبيك درماتايتس. عاده البيرليك درماتايتس دي بتبقى بيسموها انجلر كيلايتس. الباكيلو ديرما اوبسيفات دي راديشن درماتايتس او فوتو ايجينج بيحصل في اتروفي تيلنجكتيزيا هايبو هايبر بيجمنتيشن. دي هي دي الراي الميلانوزس او الميلانو توكسيكا ميلانو درماتايتس توكسيكا دي اسمها الرايل ميلانوزس هي برضه اللي هي ميلانو درماتايتس توكسيكا نوع من انواع الايه اللو جريد كونتاكت الرجيك درماتايتس. ان دي هي الايه ميلانو درماتايتس توكسيكا للبرفانات. انما دي اسمها ايه البارليب درماتايتس دي نوع من انواع الايه افتر سورالين وتعرض للشمس دي فوتو درماتايتس فوتو درماتايتس. انما دي هي نوع من انواع الالرجيك درماتايتس. انما البارليك درماتايتس فوتو درماتايتس او فوتو اريتان بسبب انك حطيتي سورالين ورحت متعرضه للشمس ده اريتان دي مش الرجي هي دي اللي اريتان بسبب ان الاضاءه زائد البرفان اللي انت حطيتيه فبتاخد لينير شيب كده عامله زي الفايتو فوتو درماتايتس هي نفس الوضع. فهي البارليك دي عباره عن فوتو توكسيك درماتايتس. انما الرايل ميلانوزس والدرماتايتس ميلانو درماتايتس توكسيكا دي نوع من الالرجيك رياكشن. تمام ادي دي الفايتو فوتو درماتايتس واخده لينير شيب كانت بتشرب عصير ليمون مثلا راحت هرشه هنا وهرشت لابنها فجالها الاثنين وهم قاعدين على البلاش فجالهم الفايتو فوتو درماتايتس او اللي بنسميها البارلوك درماتايتس. تمام البيرليك انها بتمسك بتعمل ليكنج لشفايفها كده بالايه بالسلايفا بتاعتها فتعمل انجلر كيلايتس. خلاص يبقى كده احنا دي اسمها الديفرنشال دايجنوزيس مع عن الايه البيرليك درماتايتس. في حاجه اسمها بري باكال بيجمنتيشن اوف بروك دي سيميلر للبوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن seen in patient with pre-oral dermatitis and may result from topical steroid. يبقى pre-buccal pigmentation of Brock دي نتيجة topical steroid. فتعمل ايه line كده فاضي ما بينها ال pigmentation وما بين الايه ال vermilion border. انما ال perlic dermatitis نتيجة ان العيان بيلحس الشفة بتاعته فبيحصل فيه hyper pigmentation بالمنظر ده. هي دي اسمها ال perlic. انما ال peri-buccal pigmentation of Brock بسبب الاستيرويد. دي اسمها البايكيلو ديرما اوبسيفات في جانبي الرقبه بسبب الشمس المستمره وبيبقى فيه سبيرنج اوف سبمنتال اريا نوع من انواع الريجي درماتايتس او الفوتو ايجنت. دي اسمها اللي احنا خدناه دلوقتي حالا نوع من انواع برضو يعني شكلها هايبر بيجمنتيشن بس هي نوع من الايه الاتروفوديرما اللي هي حاجه اسمها ايه اريثرو ميلانوزس فوليكولاريس فاشاي اوكولاي. عامله زي ايه بتفكرك بمين دي؟ الكيراتوزس فوليكولاريس. برافو عليكي الكيراتوزس فوليكولاريس فاشاي شبه كده الاريثروميلانوزس بس الاريثروميلانوزس بيبقى فيها ايه هايبر بيجمنتيشن اكتر من الثانيه بيبقى فيها كيراتوزس اكتر حوالين الهير فوليكل. انما دي بيبقى هايبر كيراتوزس وعندها هايبر ميلانوزس وبتبقى على جانب الوش كده فدي علاجها انك تحط لها كيراتوليتيك وبيلينج بساليسيليك اسيد وجلايكول. خلاص ممكن تحط لها كمان هيدروكينون. دي لاكانتوس نيجريكانس نوع برضه من انواع الابيدرمال هايبر بيجمنتيشن. بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن ممكن تكون ابيدرمال ودي سهله في العلاج. ديرمال صعبه جدا اللي هي بتاع اللايكن بلانس واللايكنو دراج ايربشن واللوبس استروماتوز وفيكس دراج ايربشن. التريتمنت بتاعها سيم از ميلازما حاولي فيها بس ايه ديرمال بالذات مش هتستجيب قوي. دي شكل البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن بتاعت الفيكس دراج ايربشن دي بتاعت الايه الحشرات قرص الحشرات اللي هي حاجه اسمها بريكفاست دينر اند سبر اللي هي او بريكفاست لانش دينر بريكفاست لانش دينر. الحشره بتاعت الفراش قرصت اول واحده صغيره وبعدين في اللانش بتاعها راحت واخده كبيره وبعدين في الدنر راحت واخده اكبر. دي شكل البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن بتاعت الانسكت بايتس. خلاص فدي اسمها بنفيكس فوليشيس بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن دي انسكت بايت
انما دي اللي هي ترانزيت نينيتال فاستر ميلانوزس، بعد ما الطفل بيروح منه الايه الفاستيول اللي طلعت في وشه دي ينتج منها بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن بالمنظر ده، ده بتاع فيكسد دراج ايربشن انديوسد هايبر بيجمنتيشن. دي اللينير اند وورلد هايبر ميلانوزس، دي الثيرد ستيج بتاع الانكونتيننشيا بيجمنتار. خلاص طيب، دي اللينير هايبر بيجمنتيشن في الانكونتيننشيا بيجمنتار، دي حاجه اسمها بيجمنتري ديماركيشن لاين، دي حاجه اسمها لينيا نيجرا اثناء الحمل. كل دي هايبر بيجمنتيشن بتحصل. ففي حاجه اسمها ريتيكولار باتن اوف هايبر بيجمنتيشن، ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعها؟ اول حاجه الكونفلنت اند ريتيكوليت بابيلوماتوزو كاجيرو اند كارتو. في حاجه اسمها الدرماتوباثيا بيجمنتوزا ريتيكولاريس. في حاجه اسمها النيجيلي فرنشتي جاتسون سندروم. في حاجه اسمها الاريثيما اوف ايجن. في حاجه اسمها بروريجو بيجمنتوزا اللي هي بيسموها الكيتو راش. في حاجه اسمها الديسكراتوس كونجينيتا. في حاجه اسمها الريتيكوليت اكرو بيجمنتيشن اوف كيتامورا. في حاجه اسمها ديسكروماتوزس سيمتريكا هيريديتاريا، دي بتبقى في الايه في الاكرال اريا. وديسكروماتوزس يونيفرسالس هيريديتاريا دي بتبقى في كل الجسم. داولينج ديجوز ديزيز دي بتبقى ديفكت في الكيراتين 5، حصل ميتيشن في الكيراتين 5 بتبقى واخده الفليكسرال اريا وتعمل ريتيكولار هايبر بيجمنتيشن. بصي معايا على الصور دي، الايه الكونفلنت اند ريتيكوليت بابيلوماتوزو كاجيرو اند كارتو، دي سببها ايه؟ زمان كنا فاكرينها ايه، انما دلوقتي عارفين انها ايه. انا كتبتها على الجروب قبل كده، انت على الجروب دي عاملاها في ورقه التجميعات، سامعاني؟ دي كنا فاكرينها بتاعه بسبب الملاسيزيا، طلعت انها بسبب الديتسيا بابيلوماتوزس نوع من انواع البكتيريا، عشان كده بتتعالج بالمينو سايكلين. تمام. الدرماتوباثيا بيجمنتوزا ريتيكولاريس دي بتبقى ريتيكولار هايبر بيجمنتيشن وعندها نان سيكريتريش الوفيشيا وعندها اونيكو ديستروفي، هي دي الدرماتوباثيا بيجمنتوزا ريتيكولاريس، يعني عنده هايبر بيجمنتيشن في كل جسمه بس معاه ضوافر وشعر، عشان كده بنسميها درماتوباثيا. طب امال النيجيلي فرشاستي فرنش تي جاتسون، يعني ده زياده شويه، يعني ما اعتقدش ان حد يسالكم فيه، بس يعني اعرفيها برضو ان بيبقى فيها نيل افكشن والبصمه نفسها بتبقى فينجر بريت، بيبقى فيها لاينز كده بالعرض، وكمان بيبقى فيه هايبر بيجمنتيشن في حتى الايه الميوكوس ميمبرين. تمام. دي اسمها البريريجو بيجمنتوزا او بيسموها الكيتو راش، ودي بتستجيب برضو للايه للمينوسايت، دي اسمها الكيتو راش. دي اسمها داولينج ديجوز، دي بتيجي اكتر في الفليكشرز عند الفليكشر كده، ودي بسبب الكيراتين 5 ميتيشن. الداولينج ديجوز هايبر بيجمنتيشن وساعات فيها هايبو بيجمنتيشن وفي الليكولار بابيول فيها كوميدون فيها سكار، ومعاها برضو ساعات بيطلع عنده العيان ده هيدرادينات السابيراتي. دي داولينج ميرا، دي داولينج ديجوز قصدي، ده بتبقى فيها كيراتين 5 ميتيشن. حل معايا الام سي كيو ده، جروبد اور هيربيتي فورم بليستر، انهي نوع من دول؟ جنرالايزد سيفير ابدنولايسس بلوزا سامبلكس. امال ريتيكيليت هايبر بيجمنتيشن انهي نوع من ال كيراتين 5 اللي هي دي جوز اللي هي اسمها ايه؟ ديجو داولينج، ده داولينج ديجوز داولينج، خلاص بتاخد تيجي في الفلكشرز. ماشي. اكزاز بيبقى فيها اكزرف جرانيليشن تيشو، تبقى انهي نوع؟ دي اللي هي فيها اللي هي جنرالايز سيفير جنرالايز جانكشنال ابيدنولايسس بلوزا اللي هي اسمها ايه بيسموها اللي فيها جرانيليشن تيشو دي؟ هيرلتس. ايوه هيرلتس صح، انما نون هيرلتس ما بيبقاش فيها جرانيليشن تيشو، بالعكس يبقى فيها ايه نوع من انواع الايه يعني ما بيبقاش فيها جرانيليشن تيشو خلاص. ماشي. اللي هي بتبقى جنرالايز سيفير جانكشنال ابدنولايسيس بلوزا، واحده منهم اسمها الايه الهيرلتس. تمام. انها برايمري انفولفد بالموسول اكيد هتبقى لوكالايزد لوكالايزد بقى ابدنولايسيس بلوزا سامبلكس. تمام.
دي ريتيكوليت اكرو بيجمنتيشن، بتبقى في الاكرال بس اريا اكرو بيجمنتيشن اوف كيتامورا، انما دي بتبقى خلاص يعني كفايه ان انت تعرفي الحاجات دي، وبيبقى معاها بالمو بلانتر بيتس ومعاها ابيدرمويد سيست. طيب دي اللي هي دوهي بقى، دوهي ريتيكوليت اكرو بيجمنتيشن اوف دوهي، ده بيبقى عنده مشكله مش في الضوافر بقى ولا في الشعر، ده في يعني حاجه سوفيستيكيتد شويه، انك بتلاقي ان الميلانوسايتس بتبقى زياده شويه في البيزل سيل لاير، خلاص دي اسمها الدوهي. انما الكيتامورا ده بيبقى معاه بالمو بلانتر بيتس وابيدرمويد سيست. تمام، دي اسمها ايه؟ الديسكروماتوزيس يونيفرساليس هيريديتاريا، بتبقى في الترانك هيريديتاريا. انما الديسكروماتوزيس اسمها ايه؟ سيمتريكا هيريديتاريا، بتبقى في الاكرا ريجون بس، بتبقى بايلاترال سيمتريكال، بيبقى معاها هايبو وهايبر بيجمنتيشن زي ما انت شايفه كده. تمام، الاندوكرينوباسي اللي بتعمل هايبر بيجمنتيشن الاديسون والكوشنج واكروميكال وهايبر ثيرويديزم، دي بسبب زياده في الاي سي تي اتش والميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. كده احنا خلصنا ولله الحمد، ربنا يوفقكم جميعا. ربنا يخليك يا دكتور، ميرسي. العفو يا حبيبتي، ربنا يوفقك ان شاء الله يا رب.